ولا نحن ما زلنا باش نحكي وعلى فقرة فنك غرام مع منى فرجاني اللي ما زالت حاضرة بحذنا هوني في استوديو. سينو نحب نقول لكم انتم ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا اللي بعد شوية باش يكون معنا كاتب دولة لدى وزير الفلاحة باش نحكيوا على كميات الأمطار المسجلة اليوم وتأثيرها أكيد على الفلاحة. كما قلنا لينا برشا برشا على مطرة كفاذية. بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا سي عبدالله ربحي باش نحكيوا على أكثر التفاصيل في موضوع هذايا. سينو ما زلنا مكملين منى معك في فنك غرام. دونك انت مغرومة بالرسم اكيد ما تحب زيدا الرقص والموسيقى ومغرومة بهم. دونك العلاقة ما بيناتهم هذوما اكزاكتومون هو الرقص. انا انترينور دو دانس 3ème دوغري قريت في قصر سعيد وخديت الدبلوم هذايا وعندي دي تيتر زيدا في الدانس. دونك الدانس ديجا معناها سي اكاديمي كوم فورماسيون. الموسيقى جيت مخر شوية قررت اني ندخل نعمل دي كور دو باتري والحمد لله تعلمت الباتري غراس ا مون بروفيسور دايور نجر وتحية محمد علي سعادة وتحية زيدا دي موسيقى اللي فيها هي تعلمت الباتري نشكرهم برشا. وعليش حبيت نحكي على العلاقة بين الثلاثة فنون هذية على خاطر هو فما عنصر هام برشا يجمع بين الثلاثة فنون هذية اللي هو الإيقاع. والإيقاع نعرفه احنا اللي متى من أول معناها ما توجد الإنسان البدائي على الأرض الإيقاع كان موجود في الحركة، الإيقاع كان موجود في الصوت، الإيقاع كان موجود في حياة البشرية من وقت متى الإنسان البدائي. وتطور الإيقاع بشوية بشوية حتى ينولى موسيقى ولا موجود على المسرح وخذي متى يعني صبغة أخرى. والإيقاع موجود في البانتور زيدا موجود بكدي بكدي خاطر كما نقول احنا البانسو معتا يدون sur la toile. Voilà. Donc الإيقاع هو الرابط بين الثلاثة هذوما والإيقاع يعطيني معناها قدرة على أني معناها نعطي حرية أكثر للكود بانسو سور لا توال. ودايوغ كل ما نحط متى باش نرسم ديما عندي لي زيكوتور ولا لو كاسك في وذنايا وكل مرة نوع نتاع موسيقى أنا ومزاجي كما نقولوا. هذاك علاش هما ديما تلقاهم مربوطين مع بعضهم. تلقاك تسمع في موسيقى تشطح شوية وتصور. ودايوغ هو حتى في متى في ليستوار دو لا بانتور موجودين التجارب هذيا. أغلب الفنانين متى عملوا en parallèle متى موسيقى وعزفوا على des instruments متى de musique. كادينسكي d'ailleurs كان عنده صاحبه متى فيولونيست والمبعد قلبت الآية ولا كادينسكي يعزف على الفيولون والفيولونيست علم الرسم عند كادينسكي ومتى العلاقة حميمة برشا بين الموسيقى والرسم. والدانس علاش خاطر الدانس هي حالة متى متى انفعالات زيدا متى فهمت تعبر عليها بالجسد متاعك. والجسد حبينا ولا كرهنا معناها هو عنصر أساسي في اليوم في الفن التشكيلي معناها قائم الذات. ودايوغ جو بارلي دان تروك معناها هو اللي يخليك معناها تفهم اللي الفن هو قبل كل شيء اون باسيون شغف وغرام كبير. قبل ساعات ما نرسم نعمل تخميره تاع دانس ان بو دو معناتها هكا شويه كونتمبوران شويه فهمت بور اتر دانز ان ايتا اللي من بعد معناها تخرج فيك الانرجي معناتها الكول هغاديك تكون في حاله مستعد انك معناها تغامر مع التوالي هذيك وتسافر معها. كي تبدا مش مغروم منى مستحيل تنجم تقدم في الفن هذايا امبوسيبل معناها لازم يكون الغرام الاستحاله في داخلك على خاطر انا خليني نكمل لك على خاطر فما برشا صعوبات نتصور تواجهكم انتم سورتو كرسامين نتصور نحكي على صعوبات اون جينيرال نتاع المهنه هذه. فما صعوبات صحيح صعوبات اول حاجه ساعه هي نجم مواجهه الفنان هي صعوبات نتاع انك تعرف بالفن نتاعك براحه. الثانيه هي الصعوبات الماديه برشا عباد ما عندناش الامكانيات الماديه والماتيريال ماهوش معناتها في متناول الناس الكل. صعوبات كما قلت لك زيدا يعني انك تجم تروج فنك وتعرف به مش سهل خاطر لازم تكون عندك علاقاتك مع علاقاتك مالوغوزمون معناها باش تجم تكون موجود على الساحه. اما فما دو كور متى موجودين في تونس بو نو با دير تخوا كور وفما دي كورين قاعدين يتخلقوا في تونس كما رابط الفنانين التشكيليين كما الاتحاد الفنانين التشكيليين وكما التعاونيه متاع الفنانين توا متى كيحتفلوا بها مولود جديد فما متى فما موجود متى ليكور تنجم تنسهر فيهم وتنجم متى
تعرف فنك اتخافيغ سا. بالنسبة لي أنا 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 ممكن يسر حالة أخرى معناها كدي وريت نعيش بالشيء هذيك أو كوتيديان معناها هو علاش فنك غرام سي اون باسيون كو جو في افيك ما تنجمش حاجة في الاسبريم تاعك ما تنجمش تنحيها حاجة تضرب لك في راسك ما تنجمش تنحيها معناها سي فريمون معناها سي كوم دو لا دروغ دايغ فوالا. احنا مازلنا معاك موني اكيد ومازلنا مواصلين اكثر ما ماك تعرف لاكتواليتي ديما تحكم فينا وديما لازمنا نشوفوا وين وصلت الامطار هذيا وحاله الطقس لليوم دونك كيما